المقابلة ديال البطولة مهمة بالنسبة لنا حنايا جدا، مهمة جدا باعتبار أنه نحن ننافس، ولا لا يعقل أنه الوداد أنه يضيع يعني ثلاث نقاط في الملعب ديالو. أنا عمري في حياتي ما بقيت ما ضربتش لك الحسابات ديال المقابلة الجاية وهذه اللي جاية واللي بعدها واللي هذا. حنا تنحاولوا نركزوا على أننا يعني نناقشوا كل مقابلة مقابلة. مقابلة اليوم بالعكس مهمة، وربما هذا الفوز هذا معنويا أنا تنظن أنه تعطي واحد القوة ذهنية والقوة ديال 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 التلاحم ديال الفريق وديال الانسجام ديال الفريق، باعتبار أنه اللاعبين حسوا على أنهم اليوم كانوا حاضرين أول حاجة من ناحية ديال القتالية، من ناحية ديال الإرادة ديالتهم على أنهم كانوا باغيين يفوزوا بالمقابلة وفازوا بها. تنظن أنه الفوز اليوم غيعطى واحد الدفعة اللي غنحضروا بها إن شاء الله يعني في 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 واحد الجو ديال الراحة وفي الجو ديال الطمأنينة، ولو أنه المقابلة ديال نيجيريا لن تكون يعني صعبة، ولكن تنظن أنه أنك تمشي وأنت فايز على بركان تنظن أنه شيء جيد. درنا روحنا مزيان، خذينا بيت بكري 11 مينوت، ولكن الهدف الثاني هو اللي قتل المباراة. كانت كاينة بوسيبيليتي باش نرجعوا في الماتش، الدراري داروا اون بون دوزيام ميطون، بريمير ميطون ضيعنا لي بال ديالنا في الوسط الميدان، كانت السورتي د بالون كانت صعيبة في وسط الميدان على هذيك اللي كانوا الوداد ظهروا يعني أحسن منا، ما مبروك عليهم وفيليستاسيون الوداد.